بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، وقفنا في المجالس الماضية عند دراسة وتأمل في أسباب فترات الضعف التي تمر على الأزهر الشريف، ومواقف شجاعة من أئمة الأزهر وعلمائه في وجه المستعمر وفي وجه الطاغي. وذكرنا أن علماء الأزهر الشريف ما زالوا وسيظلون يفتحون أبواب الثقة المطلقة مع كل فئات المجتمع لتبادل المعرفة والخبرة، حتى تسري من خلالهم أنوار الشرع الشريف ومواريث النبوة إلى سائر الحرف والمهن والصنائع على وجه النصيحة والسداد والمدارسة والمباحثة، لا على وجه المزاحمة لأحد في حرفته. وإنما برزت هذه الصورة الناضجة والراقية من هذه العلاقة العميقة المتشعبة المليئة بالود والاحترام والتقدير المتبادل بين علماء الأزهر الشريف والشعب المصري، نتيجة المنهج الأزهري الأصيل العريق. يعني إيه المنهج الأزهري؟ يعني الأزهر الشريف مبنى ومعنى، مبنى كلياته ومساجده وأروقته وأبنيته ومدنه الجامعية وكتبه ومؤلفاته وشيوخه، الأشياء المحسوسة. والأزهر من وراء هذا معنى ساري، روح سارية في كل تلك الأنشطة، خيط ناظم لكل تلك المنتجات والثمار. هو إيه المنهج الأزهري ده؟ المنهج الأزهري هو مجموعة من المبادئ والقواعد، إذا وجدت عند الإنسان صار أزهريا، إذا لم توجد عند الإنسان لا يكون أزهريا وإن ارتدى هذه العمامة. لأن القضية ليست هيئة في الشكل، إنما هي، يعني أضرب لحضراتكم مثال: واحد أمريكي جاء إلى مصر فانغمس في المجتمع المصري حتى صار يفكر ويعيش ويأكل وينام وينطلق بالنسق الشرقي، فدرغ منه شكله ولهجته وجواز سفره يقول إنه أمريكي، لكنه يعيش بعقلية الإنسان الشرقي وطريقة تفكيره ونمط معيشته. ففي فارق ما بين الصورة التي تخبر بمعنى وما بين الحقيقة التي إذا ما تحركت تروس العقل وآلاته وطرق تفكيره فإنها تتحرك بتلك الطريقة. هي دي الأشياء اللي تعبر عن حقيقة هوية الإنسان. إمتى يكون الإنسان أزهري؟ ده منهج، مجموعة مبادئ وقواعد تجعل نظرته إلى الدين أرحب، تجعل فهمه للدين يمتلئ بالرحمة للعباد، تجعل هذا الإنسان أخلاقيا راقيا، تجعل هذا الإنسان محبا للعلم ويعرف خريطة العلم وتضاريسه، عقله يعرف كيف يفكر في فهم الشرع الشريف، سواء كان هذا الإنسان في الهند ولا في نيجيريا ولا في أوروبا، ما دام قد اكتسب طريقة التفكير الأزهرية فهو أزهري. ورب إنسان لبس العمامة الأزهرية وعنده ورقة الشهادة والختم، لكنه شديد الكراهية للأزهر ولمنهج الأزهر، ويطلق على الأزهر أوصاف الضلال ويشتمه، فليس بأزهري. يذكرنا هذا بقول أحمد شوقي أمير الشعراء في قصيدته في مدح الأزهر: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا، إلى أن يقول في أثناء القصيدة يخاطب الأزهر الشريف: ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي، وعلى كواكبه تعلمت السرى. يعني يا أيها الأزهر الشريف، ليس هناك أي ضرر في كوني لم أتعلم في أروقتك الرسمية، لأنني قد استعدت عن هذا بأنني التصقت بعلمائك وشيوخك ففهمت منهم طريقة التفكير. طيب، لما نحب نقول إنه المنهج الأزهري ده مكون من عدة نقاط، ما هي؟ لخصناها في نقاط معدودة وشرحناها ونشرنا فيها مطويات وكتابات. أول خاصية من خصائص المنهج الأزهري أنه منهج منقول متوارث مدروس متسلسل مسند، تلقينا ما فيه من الفهم والمناهج عن طبقة من العلماء
جالسناهم وهم تلقوا على طبقة من العلماء عايشوهم، وهم تلقوا على طبقة من العلماء، وتظل هذه الطريقة إلى أستاذ الأمة الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. المناهج الأخرى التي ليست بأزهرية ما عندوش السند العلمي ده، أنت قريت العلم على مين؟ يقول لك من الشريط، من السي دي، أو قريته على الأستاذ فلان. طب هو أرى على مين؟ مفيش، أرى وحده في الكتب. يبقى ده ما عندوش السر النور، ما عندوش بركة سلسلة الإسناد، ما عندوش مفاتيح العلم اللي بتنقل جيل من وراء جيل. طيب نلخص الخاصية دي في إيه؟ أن هذا المنهج الأزهري متصل السند رواية ودراية وتزكية. نمرة اتنين، المنهج الأزهري يعتني قوي بالعلوم، لازم يدرس علم النحو وعلم الصرف وعلوم البلاغة وعلم الأصول وعلوم الحديث، 12 علم يفضل يدرس فيها على مدى سنين، مش يبدأ وهو سنه 14 15 20 سنة يتصدر من غير أدنى سابق دراسة. سيدنا الشيخ الشعراوي ما طلع إلى الأمة ولا ظهر إلا على رأس الستين، فأحمد فرج بيقول له يا مولانا التدفق ده كان فين وانت في سن الستين؟ قال له بس لحد ما شعرت ان انا بقيت كويس شوية اقدر اقول حاجة مفيدة للناس. يبقى الخاصية التانية من خصائص منهج الازهر انه يعتني عناية تامة بدوائر العلوم، دائرة علوم الفهم والإفهام وتحتها النحو والصرف والمعاني والبديع والبيان، دائرة علوم التوثيق تحتها علوم الحديث والمصطلح وعلوم السيرة والتاريخ، دائرة الحجية والتحليل تحتها علم أصول الفقه وعلم الكلام وعلم المنطق، دائرة بناء الإنسان تحتها الفقه وعلوم الأخلاق والتزكية. اللي تخليه لما يروح يقرأ التراث ويقرأ العلم والدين يرى بعيون متعددة، بخلاف اللي ما درسش أي آلة من آلات العلم كأنه يقرأ النص وهو مغمض العينين. دي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة إنه لما بتطول صحبته للعلماء زي ما هو الشرط الأول ويقرأ العلوم زي ما هو الشرط الثاني يبدأ يدرك مقاصد الشريعة. هذا الشرع الشريف يا جماعة جاء لعبادة الله وتزكية النفس ونشر العمران وهداية الأمم وبناء الإنسان ومكارم الأخلاق والإنابة إلى الدار الآخرة، جاء لصناعة الحضارة، جاء لاحترام الإنسان وتوقيره، جاء ليكون رحمة على العباد والبلاد. لما تبدأ المعاني دي تتضح في ذهنه أي مسألة من العلم يقرأها يفهمها على ضوء هذه المقاصد. إنما اللي ما فهمش مقاصد الشريعة يكبر الصغير ويصغر الكبير وياخد المسألة من المسائل الفقهية الفرعية الخلافية فيقتل الناس لأجلها ويتحول إلى نقمة على العباد والبلاد. الشرط الثالث من شروط منهج الأزهر إنه بعد ما تعلم على إيد العلماء بسند متصل، بعد ما فهم أدوات العلوم، بعد ما فهم مقاصد الشريعة، بدأ يقرأ القرآن فيحسن تنزيله على معانيه، فيقرأ الآية فيفهم منها الهداية المقصودة. أما الشخص اللي ممشيش في المنهج ده يروح يقرأ الآية فيكفر بها الناس، كما قال سيدنا عبد الله بن عمر إن الخوارج انطلقوا إلى آية نزلت في الكافرين فحملوها على المؤمنين. وانتوا شفتوا في الفترات الماضية عدد من المتحدثين يروح يقرأ من الكتاب ويطلع يكفر الناس ويقول يلا نقتلهم لأنه ممشيش في المنهج الأزهري. الخاصية الكام بعد كده؟ الخامسة، أن هذا المنهج الأزهري يربي أبناءه على تعظيم شأن الأمة المحمدية، فلا نعتدي على الأمة بتكفير ولا تبديع ولا تفسيق، بل نرى الأمة المحمدية خير الأمم، أمة الشهادة، أمة الربانية، خير أمة أخرجت للناس، أمة أكرمت بسيدنا محمد، أمة تحمل مواريث النبوة للعالمين، أمة تحترم الإنسان وتوقره. طب هم مين أمة سيدنا النبي؟ أمة الإجابة يعني أهل الإسلام وأمة الدعوة سائر بني الإنسان على ظهر الأرض، كلهم محل خطاب منا. المكون السادس إن المنهج الأزهري يعلم أبناءه حمل هم الهداية العامة. إحنا يا أخواننا مش منكفئين على بعضنا داخل مصر يكفر بعضنا بعضا، إحنا بين إيدينا مواريث نبوة وخطاب إلهي المفترض أن ننجح في إيصاله إلى العالمين، ولكي يصل إلى العالمين لابد من أن ندرس ما حولنا في العالم من ثقافات
وتيارات فكرية وبحوث ودراسات، وأن نحسن التواصل والتفكيك والترجمة والنقاش مع ثقافات العالم، حتى يدرك العالم أن المسلمين عندهم ما يقال من المنطق العلمي الذي يدلل على قضية الألوهية وقضية الغيب وقضية الآخرة. يبقى المنهج الأزهري بيعلمنا إيه؟ أن الإنسان المسلم عالمي يحمل الخير للعالمين، رحمة للعالمين، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. المكون السابع إنه بيدرس العلم بمناطقه كلها، يعرف مصادر العلم، يعرف مناهج فهم المصادر، يعرف المواصفات التي لابد من وجودها في الشخص. المكون الثامن إنه يحترم التراث بس لا ينغلق عليه، إنما يستخرج ما فيه من مناهج ولا يقف عند ما فيه من مسائل، ويبني على هذا التراث ويعرف منه كيف ينزل العلم على واقع زمانه، إلى آخر معالم المنهج الأزهري. على فكرة يا جماعة، الشخص إذا لم يكن ممتلئا بهذه المعاني فليس بأزهري. فلما يجي حد يتكلم معكم في العلم، سيدنا ابن سيرين كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأقول لكم إيه الفارق ما بين أبناء المنهج الأزهري وغيرهم؟ نفس الرحمة، الخلق. وكانوا العلماء يقولون حيث وجدت الرحمة في الخطاب وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطاب غليظ وفظ وصادم ليس فيه النفس الهادي العلوي السماوي الرباني المحمدي الأخلاقي الرحيم. يبقى المنهج الأزهري بيوصلنا لإيه؟ أن ينتج خطابا ربانيا علويا سماويا محمديا أخلاقيا هاديا رحيما. من غير هذا النفس ده يبقى شقاء على العباد. طيب، ثم بعد أن تم استخراج هذه المبادئ نظمناها شعرا في القصيدة التي جاءت على لسان الأزهر، وإحنا قلنا منها كتير، قصيدة الأزهر يتحدث عن نفسه، فقلت فيها على لسان الأزهر: والأزهري، مين الشخص الأزهري الحقيقي؟ والأزهري هو الذي قامت به تلك المعاني دون ما نقصان. والأزهري هو الذي يعتز بي، يعتز بالأزهر ويحبه ويفي له. والأزهري هو الذي يعتز بي، فمعاقد التعليم طوع بناني. والأزهري هو الذي لا ينحني ويميل نحو مناهج النكران. والأزهري الحق إن عرفته قلت الذي يحنو على الإنسان. والأزهري تفيض منه حضارة ممزوجة بتلاوة القرآن. والأزهري هو الذي يسعى هنا وهناك ينشر قيمة العمران. والأزهري يعلم الخلق التقى ويقود نحو صيانة الأوطان. وأكتفي بهذا في هذا المجلس، وألتقيكم في مجلس قادم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام عليكم.